شوفوا الأحواض لما تجيني هذه الفخار. أنا وش السالفة بقول لكم. شوفوا بنات، أنا إنسانة أعشق النباتات، فالأحواض عندي كنت أخذها وأشتريها قبل. للأمانة كانت تكلفني مرة كثير، وحتى صراحة لما سويتها تكلف بس أهون من لما أشتريها، عرفتوا؟ يعني صراحة شوي الفرق للأمانة يعني. لكن وش الأحواض اللي لما أشتريها تكون شوي، يعني مثلا عندهم 3 أحواض 4 أحواض 5، أنا أبغى مثلا كمية مرة كبيرة عشان تكفي النباتات اللي عندي، فصرت أسويها، فهمتوا؟ لكن تجيني أحيانا أورنج، فصرت أخليهم يصبغوا لي إياها بهذه الطريقة، وتبدأ تقشر. لما تبدأ تقشر تصير أحلى، تصير كأنها قديمة، عرفتوا؟ بس لما أول ما يسوي ليها يصير اللون قطعة واحدة، مع الموية ومع الاستخدام شهر تقريبا اللي هي تبدأ تقشر، عرفتوا؟ وللأمانة ما تأخذ وقت، يعني لما تنشف يوم واحد وبعدها أقدر أحط فيها النباتات. صراحة مرة خيال هذه الفكرة. وفرت علي، لان انا دائما حتى قلت لكم اخذ الاحواض من زارهم، والصغير الحوض الصغير يكون سعره مره مرتفع، عرفتوا؟ فيعني احس احسن، ما ادري، انا ما قارنت بس احس اني موفره، يعني يمكن موفره يمكن لا، بس ما ادري. لكن الاهل يعني، والله يا بنات اني نسيت الكلمه، المهم انه يعني احتاج كثير، واحجام ابغى صعنونه، يعني مثلا ما ألقى عندهم الحجم الصغير مرة، فأصر أروح أسويه، عرفتوا؟